للحديث أكثر عن المؤتمر الدولي الذي يعقد في بغداد لاسترداد الأموال المهربة من العراق، ينضم إلينا من بغداد عبر الهاتف أو من واشنطن المحامي ورئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. أهلا بك أستاذ كامل، أبدأ معك وبعد قليل سينضم إلينا دكتور قحطان الخفاجي وهو أستاذ العلوم السياسية. الآن أبدأ معك أستاذ كامل، يعني يعقد في بغداد على مدار يومين المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، كيف ينظر قانونيا لهذا المؤتمر والفائدة المرجوة منه؟ تفضل أستاذ كامل. والله من الناحية القانونية هي يعني هذا المشروع أو المقترح أو لا نسميه شخابيط قانونية هي لا تزيد إلا المجموعة التشريعية إلى تزيد من التخمة التشريعية وترهل بالمؤسسات الرقابية. القضية ليست مرتبطة بالتشريع بقدر ما مرتبطة بإمكانيات التطبيق والتنفيذ. أما الفائدة منه يعني هنالك حديث جدي حتى على مستوى الإدارة الأمريكية أنه بعد الفضيحة في أفغانستان اتصلوا بالقيادة العراقية وعلى رأسها رئيس الجمهورية لأنه من غير الممكن استمرار هذا الفساد وهذا الإحراج اللي سببه للمهمة الأمريكية سواء في أفغانستان أو العراق، وعليهم أن يعملوا وينظفوا أنفسهم وينظفوا المنظومة الإجرامية اللي جارية بالعراق. هذا هو الفائدة منها. الفائدة الأخرى أنه رئيس الجمهورية يتوقع ربما أنه سيخسر نفوذه بعد الانتخابات ويريد أن يحسن سمعته، ربما يرجع إلى أمريكا إلى دولته، وهنالك دعاوى في وزارة العدل ضد تتعلق باشتراك تورطه بموضوع الفساد وارتباطاته وشراكاته مع رجالات الأعمال. ابقى معي أستاذ كامل، سأعود إليك من جديد ورحب بك مرة أخرى. الدكتور قحطان الخفاجي ضيفي عبر سكايب من بغداد. يعني دكتور قحطان، كيف ترى انعقاد المؤتمر بهذا التوقيت لا سيما ونحن على بعد أيام من إجراء الانتخابات التشريعية في العراق؟ تفضل. حياك الله أخي العزيز وحيا قناتي وحيا المشاهدين الكرام. بدءا الموضوع هكذا موضوع مهم للعراقيين أن يتم الجهد في استرداد مبالغ نهدت أمام الجميع، لكن بالتأكيد نحن لا يمكن أن نخجل هذا الحدث. الصوت على ما يبدو أن الصوت لا يصل إلينا بشكل جيد دكتور قحطان، سنعمل على إصلاح المشكلة ريثما أنتقل الآن مجددا إلى الأستاذ كامل الحساني. أستاذ كامل بالعودة إليك، أين يكمن القصور الذي منه تهرب الأموال من العراق؟ هل هو قصور تشريعي أم قصور تنفيذي أم قصور من نوع آخر؟ لا، القصور واضح وبدأ من 2003. القصور في القضاء، القضاء المتورطة لأكبر من الفساد وعلى مستوى القيادات، يعني مدحت المعمود هو كان أكبر متورطين تهريب أمواله وأموال زوجته الحلال والحرام، فكيف ممكن يحاسب المتهمين بتهريب الأموال؟ والمعمود ومعه زيدان وكل القيادة القضائية السابقة هي اللي لقنت الوكالات الدولية والأمريكية بأنه العراق لا توجد فيه تشريعات تحاسب الفاسدين، ولهذا صدروا قانون الهيئة وقوانين تشريعات أخرى بينما تمتاز قوانين بأحسن القوانين بالشرق الأوسط وأشدها. يعني لم تكن هنالك ظاهرة لتهريب الأموال سواء فردية أو جماعية بالنسبة للعراق إلا بعد 2003، لا بل انه القيادات الهاربه ايام النظام السابق استفادت من الفوضى القضائيه وهربت اموالها بمجرد التغيير تعاون وتآزر مع القضاء، والا تشريعاتنا من احسن التشريعات الرشيقه الذكيه المباشره الفعاله، وكل هذا اللي يجري انه لا غير ممكن مكافحه الفساد بدون تشريعات. هذه كذبه اخرى وغش للراي العام. طيب أستاذ كامل، يعني إلى أي مدى تقوم الجهات الرقابية بواجبها نحو إيقاف أو على الأقل الحد من هذا الهدر لأموال العراقيين واستنزاف مقدراتهم بتهريب أموالهم؟
ما رأيك بالجهود المبذولة على الأرض؟ هل هناك جهود فعلا؟ لا توجد جهود، هذه المؤسسات موجودة حتى تأخذ بالغنيمة الحرام العراقية. كل الهيئات الآن هي تتقاسمها الجهات المتورطة بالفساد، وعلى رأسها هيئة النزاهة، يعني أنا أسميها هيئة الفساد والإفساد، يعني هذا علاء الساعدي اللي عرفناه 2006 وعيدة يعني جبرا وكرها على الكاظمي بحصة المالكي، والآن هو المتستر الأكبر على الفساد الحكومي. نعم. وكذلك بقية الهيئات الرقابية كلها الآن تعاني من الجبن والتورط والانحراف والفشل، وبالتستر القضاء طبعا هو اللي الفاسد الأكبر بهذا الموضوع. نعم. ابقى معي أستاذ كامل، سأعود إليك بسؤال أخير ريثما أنتقل مجددا إلى دكتور قحطان الخفاجي، انضم إلينا عبر الهاتف الآن. مجددا إليك دكتور قحطان، يعني من جديد كيف ترى توقيت هذا المؤتمر، لسيما وأنه يأتي قبل أيام على موعد إجراء الانتخابات؟ تفضل. أخي العزيز، إذا متابع دقيق الأمور ولطبيعة العملية السياسية وهذه الحكومة بالذات، يقتنع أن هذا التوقيت له علاقة بالانتخابات، هذا من شيء واضح للعينان، كما هو حال المؤتمرات السابقة التي دلت على أن شكليا على فاعلية حكومة، وكأنما أمرا جديدا ينتظر العراق بفضل هذه الحكومة. إذا كان متواضع أن هذا التوقيت هو لأجل خدمة عملية انتخابية لجهة محددة بالتحديد، وهنا أقصد بالتأكيد الكاظم الذي يسعى إلى إعادة نفسه أو إعادة جماعات تابعة له. إذن هي عملية إلى تسويقية للذات للانتخابات أكثر مما هي عملية حقيقية لاسترداد المبالغ التي نحن نتمنى أن تكون لك جهة تسترد هذه المبالغ. طيب دكتور قحطان، يعني إذا كان الكاظمي مهتما كثيرا بإعادة الأموال المنهوبة كما يقول، فلماذا وافق بالأمس على عودة 30,000 عنصر من عناصر الحشد المفسوخة عقودهم، في حين تخرج يوميا تظاهرات لآلاف الخريجين الذين يطالبون بالعمل وهم يعني لا يزالون يعانون البطالة؟ ملاحظة دقيقة بالتأكيد، وهذا موضوع إلي الآن في طور كتاب نشرة. أقول قبل هذه الفقرة المهمة، أقول كوني كان رئيس مخابرات العراقية، والمخابرات لها علم دقيق في كل تفاصيل تصرف الأمور في العراق، فإن كان من هذه العمليات التهريب التي كانت تسود 1-2. نعم، إذا كان هناك حرص على تعيين أشخاص معينين بعينهم رغم أهمية الجميع، كان عليه أن يفكر بإعادة المهندسين، أطباء، أساتذة الجامعات ينتجوا للبلد، يستفيد الجميع، رغم أن الأخوة هؤلاء جزء من العراق. نحن أمام ازدواجية المعايير، ازدواجية السلوك، الغاية منه التسويق الإعلامي الدعائي للانتخابات أكثر من هي عملية حقيقية للتصحيح. قمعي دكتور قحطان، إليك مجددا أستاذ كامل، يعني هل تتوقع تجاوبا من الدول التي هربت إليها المليارات العراقية؟ هل يمكن أن تستجيب وتعيد الأموال المهربة في ظل عدم وجود أي من أشكال الشفافية أو المحاسبة الحقيقية من قبل الحكومة؟ تفضل أستاذ كامل. لا، هنا السلطات القضائية وحتى الحكومية لا تثق بالأوامر والتوجيهات وعمل ومخاطبات الجهات العراقية سواء من القضاء أو من الحكومة، وأي محامي مبتدئ بإمكانه يطعن بكل طلبات الحكومة العراقية سواء جد المباشر أو عبر السفارات. ليش؟ لأن كل التقارير الأممية والدولية وحتى التقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كلها تجمع على أن القضاء العراقي محطم ولا يمكن التقدي في الوقت الحاضر. وعلى سبيل المثال قضية الآثار العراقية، هنا القضية التهريب واضح، والحكومة الأمريكية غرمت هوبي لوبي 10 مليون دولار، وإحنا نريد الحكومة العراقية تتحرك، حتى لما كلفنا المحامي الحكومة مجلس وزراء يريد رشوة من المحامي حتى يتابع القضية. نعم. الآن جدي هوبي لوبي ورمت الآثار في مخزن السفارة العراقية،
وهذا قضية فضيحة كبيرة لو تم التدقيق بها والتحقيق بها. رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك دكتور قحطان، وهذا السؤال الأخير، يعني هل تتوقع أن يدشن بالتوازي مع هذا المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المهربة؟ هل يمكن تدشين حملة لمحاسبة الفاسدين في الداخل أو الذين هربوا أموال العراقيين إلى الخارج؟ هذه أكبر معضلة ستواجه من يسعى بهذا الاتجاه لتحقيق شيء من عملي على الساحة، وذلك لأن الذي هرب والذي نهب وهرب هم الآن المتنفذين الحقيقيين في الشارع العراقي، يمكن يكون قدرات تسليحية أقوى من الدولة، هذا واحد. اثنين، الأطراف التي ستحقق في هذا الأمر أو تنفذ هي في الأساس أطراف مشاركة في الفساد والنهب، وبالتالي أنا لا أتوقع أن تكون العصابة ذاتها هي التي تحقق في أموال العراق وتصل إلى نتيجة، لأن الجميع ناهب للثورات العراقية والجميع فاسد، وبالتالي أنا أؤكد على أن هذا المؤتمر شكلي للدعاية، ومع هذا نتمنى نقول أن يكون هناك أملا حقيقيا في التحقيق وننتظر، ولكن نحن كمتابعين نقر ونتوقع أنه تسويق للذات أكثر من جهد وطني حقيقي. الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.